بالنسبة لكثير من عامة الناس إيش؟ كثير من عامة الناس يعملون أخطاء، فأحد قال لهم ليش هذا؟ يقول إن الدين يسر. إيش معنى يسر يعني؟ أهم شيء إنك لا تشرك بالله شيء والباقي بسيط. إيه نعم، هذا القول خطأ. يعني كون الإنسان يقول أنا أفعل كل شيء ما دمت موحدا والدين يسر، نقول إذا لم تقم بالدين أين الدين الذي عندك حتى تقول الدين يسر؟ ومعنى الدين يسر أن ما جعله الله دينا للعباد ليس فيه مشقة. الصلاة ما فيه مشقة، الوضوء ما فيه مشقة، الغسل ما فيه مشقة، وإذا قدر فيه مشقة ينتقل الإنسان إلى مرتبة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الذي نقول الدين يسر. أما أن يترك بعض الواجبات أو ينتهك بعض المحرمات ويقول الدين يسر فهذا خطأ، لأن نقول ما فعلته فليس بدين أصلاً.